هو ليه سميته يوتيرن؟ انا فاكر وانا صغير كان ما كناش نقول يوتيرن، كنا نقول الملف الجاي. بقينا بالوقت استخدمنا المصطلح بتاع يوتيرن ده لانه حرف يو وده المصطلح الغربي بتاعه. فالاول السؤال، ليه سميته يوتيرن؟ لان ببساطه شديده جدا لو انت ماشي في طريق وحسيت او شعرت او تاكدت ان انت غلط لازم من تلف ورجع فورا من اول يوتيرن، ما تكملش، لان لو كملت انت يعني بتؤكد الغلط بتاعك وبتؤكد الاستمرار في الخطأ. فلا بد ان انت تعود من اول يوتيرن وترجع تاني وتبتدي حياتك، تبتدي تجيب الطريق من اوله بقى. ده المفتاح بتاع المسلسل، ده المسلسل ببساطه شديده. احنا عندنا بطله بتكتشف ان هي ماشيه في طريق خطا فبتقرر العوده. في طريق العوده بقى هتلاقي حاجات مطبات كتيره ومش سهل يعني العوده زي ما بنتصور يعني. بس هنشوف بقى، نتفرج بقى نشوف هي هتعمل ايه. وهتعرف تتخطى المطبات؟ لا ده سؤال برضو يحرق المسلسل. مطبات صعبه جدا لدرجه انها تعيد التفكير. طبعا طبعا مطبات صعبه و وتندم على اليوتيرن وتقول ما كنت خليني ماشيه في الغلط. لا مش هتندم على اليوتيرن، مش هتندم على اليوتيرن، لان اليوتيرن مهما كان هناك، وده الرساله اللي احنا بنوصلها، ان مهما كان مهما هتدفع الفاتوره او هتدفع الثمن، لا ارحم من انك تستمر في حياه هي انت يعني مغبون فيها وانت مظلوم فيها وانت ماشي غلط فيها. مين البطله؟ البطلة طبعا الفنانة ريهام حجاج، وده تاني تعاون بيني وبينها بعد لما كنا صغيرين. والحقيقة احنا بقى في كيمياء ما بيننا كده، فالتقينا في لما كنا صغيرين، وكان معنا طبعا النجم محمود حميدة والنجم خالد النبوي، وكان اخراج محمد علي. والعمل ده بقى بيشرفني فيه ان نعود مرة تانية انا وهي للتعاون مع بعض.